السلام عليكم أينما كنتم. ساعة من الرياضة في كورة، أهلا بكم. ضيوف حلقة هذا المساء كنا الدكتور عدي الربيعي، الأمين المالي لإدارة الشرطة، والسيد تحسين الياسر. البداية مع العناوين. الحارس كرار إبراهيم يوارى الثرى في النجف الأشرف، وحزن كبير يخيم على الوسط الرياضي بسبب وفاته. إدارة الطلبة، الحارس كرار إبراهيم جاء لبغداد لقضية شخصية وليس للتوقيع مع الأنيق. رئيس نادي الكرخ والمرشح لرئاسة اتحاد الكرة شرار حيدر يتعرض للتهديد بالقتل. إدارة القوة الجوية، سنلجأ إلى المحاكم ضد اللاعب محمد قاسم بعد توقيعه مع الشرطة. إبراهيم بايش، لم أجلس مع إدارة الشرطة ولن أرد على أي عرض منهم. نفط الوسط يظفر بخدمات اللاعبين خلدون إبراهيم ونبيل صباح، والمغربي عمر المنصوري. الكابتن أحمد خلف، فريق الطلبة سيكون سوبر باللعب الجماعي وليس بالأفراد خلال الموسم الحالي. وزارة الشباب والرياضة تضع ملعب الكفل الأولمبي تحت تصرف خلية الأزمة في بابل. الحارس الخلوق كرار إبراهيم يوارى الثرى وينتقل إلى رحمة الله نتيجة عارض صحي مفاجئ. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويا رب يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة كانت مناسبة جيدة لهم، فرح بها جمهورنا. والحمد لله الشكر، قدمنا في الصورة طيبة ورضينا جمهورنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. زملاء الراحل يقدمون التعزية للوسط الرياضي بفقد الراحل كرار إبراهيم حارس الطلبة وحارس الميناء. نتابع. نعزي أنفسنا أولاً ونعزي الوسط الرياضي بوفاة الأخ والصديق الحارس كرار إبراهيم. اللهم اجعل مثواه الجنة والصبر والسلوان لعائلة الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزي نفسي وأعزي عائلة المرحوم وأعزي الشارع الرياضي بوفاة أخوي وصديقي كرار إبراهيم. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. أعزي نفسي وأعزي عائلة المرحوم والأخ والصديق كرار إبراهيم، وأعزي الشارع الرياضي كرار أبطال غيور وأحد حراس المرمى الجيدين. القينا على المصرعة بسكتة قلبية، ويا رب الله يعطي الصبر والسلوان لأهله ومحبينا والجمهورنا الكريم. يا رب قرار فقيدنا فقيد الكرة العراقية، وإن شاء الله يكون مثواه الجنة، ونتمنى الرحمة والمغفرة والروح الطيبة. ونتابع معكم بذات الشأن بيان المكتب الإعلامي لنادي الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العلي العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الطلبة الرياضي كرار إبراهيم في بغداد بسبب احتشاء عضلة القلب. السكتة القلبية بعد مراجعته لوزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الأبطال. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي والكوادر التدريبية ولاعبي ومنتسبي النادي بخالص العزاء والمواساة للأسرة الرياضية وعائلة المرحوم وزملائه وأصدقائه سائلين الباري عز وجل أن يمن على روح الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله الصبر والسلوان، ويجعلها خاتمة الأحزان.
المرشح لرئاسة اتحاد الكرة شرار حيدر يتعرض للتهديد بالقتل. نتابع. ومن يعني حقيقة التشويه والتصفيق والتحريض وغيرها، والآن وصلت إلى مرحلة التهديد، وأعتقد نهاية يعني عندك نال جميع الشخصيات أو يعني في البلد، وأعتقد إنه هذا الإجراء مو صحيح، وأنا أطالب يعني من خلال قناتكم إنه لإجراء تحقيق رسمي بالموضوع حتى نعرف من يقوم بهاي الأعمال. وإحنا مهما تكون هاي الضغوطات أو أغني المساء، الحقيقة للأسف إحنا نتكلم إحنا رياضيين، ولكن إحنا باقيين في العراق، إحنا مستمرين وهذا بلدنا ولازم نعمل، وإحنا مسائيين لأحد ولا نتجاوز على أحد ولا أن نشغل أحد، ولكن يعني لازم نتحمل، إذا نتحمل هواية. الآن حان الوقت إنه أجهزة الدولة الرسمية إنه من خلال قناتكم إنه لازم تأخذ إجراءاتها وتجري تحقيق رسمي. قبل البداية بمحور برنامج كورة، نتابع معكم القائمة لحد هذه اللحظة لفريق نادي الشرطة الفريق الكروي للموسم المقبل. تحية طيبة مشاهدينا الأكارم، مجدد الترحيب دكتور عدي الربيعي الأمين المالي لنادي الشرطة. مرحبا بك دكتور، حياكم الله. حياك الله أستاذ علي، تحياتي وسلامي لحضرتك ولمتابعي برنامجكم المميز. أهلا وسهلا. عبر سكايب السيد تحسين الياسر عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، مرحبا بك سيد تحسين، الحمد لله على سلامتك. مرحبا بك أخي علي، وعظم الله أجوركم بوفاة كابتن الخلوق سيد، إنا الله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بك. ربي يحفظك. طمني عنك سيد تحسين، الوضع الصحي وين وصلت الأمور؟ الحمد لله والشكر على العافية. الحمد لله رب العالمين، طبعا بفضل يعني دعاء الأخوة في الوسط الرياضي والأهل يعني والمحبين، الحمد لله رب العالمين الصحة في تحسن مستمر، يعني تجاوزت المرحلة والآن في مرحلة النقاهة. طبعا لا انسى ولا يفوتني ان اشكرك واشكر الاخوه في قناه الفرات لتواصلهم المستمر، وكذلك استغل الفرصه، انا ماكو داعي اشكر الدكتور عدي الربيعي والاخوه في الاداره الموجود، لكن احب ان اشكرهم على مواقفهم الرائعه اللي كانوا معي طيله الفتره اللي كنت انا محجور فيها. الحمد لله رب العالمين، الامور يعني من تحسن الى تحسن. الحمد لله. الحمد لله، الله يعطيك الصحه والعافيه، وراح استثمر الدقائق الاولى وياك حتى نوصل رسائل للمتابعين فيما يتعلق بخطر الفيروس وكيفية التعافي والعلاج، لأن بصراحة دكتور لحد هذه اللحظة أكو ناس ما متفاعلة ما صحيح. مصدقة لوجود فيروس. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الحمد لله على سلامتك أخوي أستاذ علي، وعودتك الموفق إن شاء الله البرنامج، وأيضا الحمد لله على سلامة الأخ العزيز الحبيب سيد تحسين، ومبارك لكم انتصاركم على هذا الفيروس اللعين، وأيضا نعزي أبناء الوسط الرياضي وبالأخص جماهير نادي الطلبة وإدارة الطلبة بفقدان الحارس المغفور له الكرار إبراهيم، وأيضا نعزي أنفسنا بوفاة المرحوم أحمد راضي، المرحوم علي هادي، والمرحوم طالح عودة. نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا حق محمد وآل محمد إن شاء الله ربي، الشفاء العاجل للجميع. أرجو أن تكون هذه المقدمة هي يعني بداية درس لكل أبناء الشعب العراقي، أنه يجب أن لا نستهين بهذا الفيروس اللعين، يعني يجب أن نأخذ الحيطة والحذر وأن نلتزم بالتعليمات الصحية بشكل كامل، لأنه هذا الوباء أصبح اليوم يعني تحول من وباء إلى جائحة كبيرة، يعني يجب أنه نعمل بكل التعليمات لأجل أنه نقي أنفسنا وعوائلنا من هذه الجائحة، بخلافها راح تكون العواقب وخيمة، ولا سامح الله. يكفي ما فقدناه من أحبة، يكفي ما فقدناه من أعزاء،
وأتمنى من الجميع الالتزام التام حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم إن شاء الله. سيد تحسين، بالبداية للمتابعين اللي ما يعرفون، شلون كانت الأعراض البداية يقينك من الإصابة بفيروس كورونا حتى الناس تعرف تتعلم تعي هذا الموضوع؟ والله يا أخ علي، يعني بصراحة أنا كانت الأعراض أشبه بأعراض إنفلونزا طبيعية، يعني كانت ارتفاع في الحمى عندي ودوران، يعني حدث معي دوران. أكو هي عدة أعراض، لكن أنا هاي العارضين اللي رافق بداية الإصابة. بعد ذلك توجهت أنا وأخي الكابتن علي الشحماني إلى شارع فلسطين. إحنا عملنا مفراس، وأثناء يعني أثناء المفراس رجعت أحد الأطباء الموجودين في مدينة الصدر، بين لي إنه أنا عندي بداية إصابة، وبالتالي التزمت بالتزام تام ويعني حجرت نفسي وعملت على الوقاية وأخذت كل الفيتامينات اللي ترفع نسبة الوقاية. بس قبل كل هذا علي، لازم تتهيئ أنت أيضا، يعني مر عليك هذا الفيروس اللعين، لازم تتهيئ نفسيا لهذا الفيروس. وبعد ما تتهيئ نفسيا يعني يكون عندك يعني خط الصد الأول بداخلك إنه أنت ما متأثر بهذا الفيروس، خلاص ما راح يكون، يعني ما راح يبقى أكثر من 72 ساعة في داخل جسمك. أما باقي الأيام أعتقد أنت وأنا عشناها إنه أشبه بالطبيعية، لكن للحذر وللوقاية وحفاظا على الأرواح اللي معنا في المنازل أو الأصدقاء أو ما شابه، إحنا بقينا يعني محجورين فترة معينة. لكن صدقني إذا ما يعني خط الصد الأول، المناعة مالتك اللي أنت محتاجها والجهد النفسي اللي أنت محتاجه إنه أنت متغلب على هذا الفيروس، أنت خلاص راح تكون يعني في مأمن وأمان. بالمناسبة أنا حد اليوم الأول اللي كنت فيه، أنا كنت حتى يعني أشبه بالعمل، يعني كانت هناك كتب، يتذكر دكتور عدي رباعي كتب تخص نادي الحدود وما شابه، أنا رحت وديت وراجعت وبدون ما يعني من بعيد البعيد بدون ما يكون هناك يعني ملامسة أو ما شابه. يعني هذا يوصل لك فكرة إنه أنا ما يعني كنت هي نفسيا إنه أتغلب على الفيروس، الحمد لله رب العالمين. الآن شنو انتهت فترة الحجر سيد تحسين؟ مارست حياتك الطبيعية؟ لا أنا حاليا أنا اختلط مع العائلة، يعني منذ أكثر من 4 أيام أنا اختلط مع العائلة، وإن شاء الله يعني هي فترة نقاهة بسيطة وبعد ذلك راح أزاول عملي وأمارس عملي. زين، البعض يسأل يقول شلون واحد يتأكد أنه أنا تشافيت من كورونا؟ أنت شلون تأكدت؟ يعني أنا بصراحة تأكدت نفسيا، يعني قبل الوصفة الطبية وقبل أراجع الدكتور. يعني أنا أحب أوجه، يعني استغل الفرصه واحب اوجه شكري وتقديري للدكتور احمد سالم الحيدري، احد الاطباء الموجودين في عياده خاصه في مدينه الصدر، اللي يتعامل مع الفقراء تعامل فوق الخيالي، واللي يعني يبقى اللي عامل وحصل عياده تفقد حتى الراتب نزل من قيمته، يعني اكثر مما يعني استغل الموضوع ورفع قيمته. فالرجل مهني ورجل يعني يشاهده بالبنان وتعامل ويتعامل ويا المريض بموقف نفسي عادي، يعني اي مريض كله حتى لو اصابته يقول له ما في شيء ويجهز له ويهيئ نفسه. سيد ضعفان هواي، يعني ما اعرف موضوع الموضوع انا شلون عرفت نفسي. اي والله استغليت الوضع، يعني مو يعني ما كان عندي فقدان بشيء، لا على العكس، بس استغليت الوضع وحاولت انه يعني اخذ هاي الفتره انه انزل بها وزن بما انه يعني اكو التزامات طبيه قليله، ويعني استغليت الوضع مو عرض، لكن اني يعني فتره 14 يوم او اكثر 17 يوم انا محجور، فحاولت انه هاي الفتره انزل بها وزن. هاي شنو هذا الفيروس اللي تنزل بيه وزن بإرادتك وتوقع كتب؟ هذا VIP مو مرض. أقول لك أنا بيني وبينك كان اتصال، قلت لك علي هي أشبه بالكذبة، يعني هي أشبه بالإنفلونزا الطبيعية اللي مرت علي، يعني أنا ما أعرف الآخرين، بس أنا اللي مرت علي إنه أنا يعني كنت متهيئ لها نفسيا ومتهيئ، يعني أشبه يعني واحد متهيئ في الموضوع وتقبل الموضوع. بما انه يعني كثرة الاصابات مره ثانيه سيد تحسين، ونشكرك لانضمامك ويانا، ما نريد نتعبك ولا ان شاء الله على العائله عائدين جدد وبرفقتك. الحمد لله على السلامه وشكرا جزيلا. الله يسلمك، حياك الله حبيبي عادل. دكتور، نعود لمحور الحلقه، البدايه من تعاقدات الانديه، تتسم تعاقدات الانديه بالاحترافيه بالشفافيه بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يعني خلينا نكون واقعيين، يعني هي هذه الظروف اللي يمر بها البلد وظروف الرياضة العراقية بشكل عام، وهذه هي إمكانياتنا
الحقيقية. يعني تقول لي هو هذا طموحكم؟ لا بالتأكيد طموحنا للأكثر والأفضل، لكن إذا ما جينا وشفنا أنه واقع حالنا اليوم، يعني واقع حالك هو هذا، يعني إحنا الأندية يعني بحاجة إلى كثير كثير من المقومات الأساسية للنهوض واقع حال أنديتنا من ملاعب من منشآت، ولكن نرجع ونقول هذا حال واقع حال البلد. في الجانب الإداري نحاول أن نرتقي للأفضل، نتمنى ذلك. تهتمون كنادي الشرطة بتوقيع اللاعبين بالفعاليات الأخرى مثل كرة القدم؟ شوف نادي الشرطة كهيئة إدارية إحنا مقسمين على كل الألعاب الرياضية الـ 17 اللي موجودة في النادي، فمشرف الفريق بالتعاون والتنسيق مع المدربين، بالتأكيد يكون هناك تنسيق وتعاون مع المدربين لتوقيع كافة اللاعبين بعقود رسمية، لأنه إحنا كيف نصرف لهم الأموال، كيف نصرف لهم الرواتب، كيف نصرف لهم العقود اللي خاصة بهم. لذلك يجب أن توثق في عقود وتصدق فيها الاتحاد وتدخل قرار هيئة إدارية لمصادقتها حتى نتمكن من تزيد العقود. يعني أو هذا السباق للحصول على أبرز لاعبين كرة القدم موجود بباقي الفعاليات نفسه يعني بنفس اللهفة والطريقة؟ أكيد، وإلا أنت كيف يعني تحصل على المراكز الأولى في ما نقول كلهن، أغلب الفعاليات الممارسة في النادي. لذلك يعني دائما نحاول نستقطب أفضل اللاعبين لفرقنا سواء في كرة السلة، الطائرة، اليد وبقية الألعاب الفردية. طيب نتابع يا دكتور عدي شاشة كرة وماذا جاء فيها؟ هي المشكلة مو محمد، مشكلة بإدارة الشرطة ومدرب عبد الغني شهد. تحياتنا. طبعاً أنت مدرب مربي أجيال، مدرب أولمبي، منتخب أولمبي، مفروض إنه من تجلس للاعب تعرف هذا اللاعب مخلص أو مخلص، عنده سنة للنادي لو ما عنده. منو قال جلس وياه؟ جالسين وياه الشرطة حسب تحدث هو. آخر اتصال. محمد قاسم قال. إيه صراح اليوم يعني اتصال معاه إنه جلس ونطوا مبلغ، أنت شلون تجلس في إدارة وأنت عندك بعد سنة يا نادي ما أنت فاوض النادي القوة الجوية، عندك إدارة النادي فاوض النادي. تفضل دكتور. تجلس ويا لاعب عنده بعد سنة مع نادي القديم. لا شوف يعني احنا خلينا نكون واضحين، اولا كلامه صحيح كابتن هيثم، على المنطق نقول كلامه صحيح، يجب ان يكون هناك مفاوضات ما بين النادي والنادي اللي عنده عقد ويا لاعب. لكن في حالة مثل حالة محمد قاسم لها اوليات كثيرة استاذ علي، يعني لها اوليات كثيرة، ولكن خليني اجي من موضوعة العقد. موضوع العقد اليوم اللاعب يمتلك عقد مع نادي القوة الجوية ومصدق في الاتحاد العراقي وفي بداية ونهاية. اليوم العقد المصدق في الاتحاد العراقي لكرة القدم ينتهي 1/8/2020، فبالتالي اللاعب اليوم خارج إطار نادي القوة الجوية بالعقد. إذا لغى الدوري ورحل للموسم القادم يعني يمدد العقد كجانب مالي، لكن العقد رسميا يخلص 1/8/2020. يعني الجانب المالي بس أخدم جنابك، العقد 1/8/18 الجانب المالي يرحل 1/8/18 إلى 1/8/20. نعم. فالجانب المالي يعني بحسب ما موجود في العقد يرحل من موسم 18/19 إلى 19/20 خلص. انتهى. اللي أفهم أنه أنت وقعت مع محمد الجديد قاسم بعد الموسم الجديد ما نستلم، وقعته مع محمد قاسم هو لاعب حر. حر خلال العقد. الجانب المالي للموسم الحالي بعد ما مستلم، فالمستلمين أعتقد على المواسم السابقة، فلذلك إحنا نحكي على التفاصيل الزمنية. التفاصيل الزمنية خلصت، واليوم اللي يثار في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض من بعض الشخصيات، هسه ليش نختلف وليش نكبر الموضوع؟ موضوع ترى عادي جدا، هو عمليه انتقال لاعب من نادي الى نادي، يعني ما يستحق. اذا كان اللاعب حر دكتور، هي اكيد حر لحد اكيد حر. يوم امس في حلقه كوره هذا مو اداره الجويه يقول مرتبط معانا بعقد الموسم، هم يقولون بهالشكل هذا ورايهم محترم. نعم. واحنا كاداره نادي الشرطه وراينا ايضا الى احترامه، فالفاصل بيناتنا قد يكون الهيئة التطبيعية أو القسم القانوني أو القضاء. إذا راح نشهد سيناريو لا 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 ما نشهد ما نشهد. شوف أستاذ علي، الفيصل ما بين الطرفين والطرف الآخر اللي هو اللاعب هو العقد. شنو اللي تنص عليه بنود العقد ويقر من قبل المختصين والقانونيين احنا ملتزمين به، نقطة لا سطر. هاي واحدة. اثنين، أرجع وأقول ما يحتاج هذه عملية الانتقال، ما تحتاج كل هذه الضجة وكلها من كل اللي افتعلوا الضجة. ليش؟ لأنه هي عملية انتقال طبيعية جدا يا أخي، احنا اليوم رياضيين وهذا شيء طبيعي. لاعب اليوم مع الشرطة باكر تلقاه مع الزوراء باكر،
بعدها تلقاه مع القوة الجوية ويرجع للشرطة. الدكتور مسألة طبيعية. ينتقد الضجة والبعض. لا لا مو انتقد الضجة. أقول احنا ما تكمل الفكرة. نعم. البعض يقول أنت أحد صناع هذه الضجة بمنشورك المستفز. لا احنا شوف استاذ علي. إذا كان منشور مستفز لأي جهة تعتقد أنه يعني تستفز، احنا انا اقدم اعتذاري لاي شخص يعتقد انه هذا المنشور يمسه. مرحبا بك في الصفوف الاخضر. نعم اذا كمل لك الفكره. الشرطه توجه رساله بسيطه، المراجل بس لاهلها بزود نحكيها. شوف حتى غيره تاليها زين. هذا مستفز. لا ليش استفزاز؟ يعني انت هذا تعتبر استفزاز، ولكن التهديد اللي يوصل لاداره الشرطه ما تعتبر استفزاز. من هددتكم؟ من توصل من الاخ العزيز المحترم العميد وليد الزيدي عندما يوصل رسالة إلى إدارة الشرطة ويقول أتحداكم إذا تقعدون ويا لاعب محمد قاسم لأنه بين وبينكم شكاوى وبين وبينكم كذا، مو صحيح، ما تستوجب. هدد في منه من في الإدارة حين دكتور؟ نعم هدد منه من الإدارة؟ اتصل رسميا بالأخ سيد غالب الزاملي. أها. إيه اتصل رسميا وقال له، قال له هذه الرسالة توصل لإدارة الشرطة، و انه اذا جلستوا ويا محمد قاسم احنا راح يكون لنا غير طريق، واحنا الا ما تستوجب بالوقت اللي هو تربطني علاقه وتربطنا كاداره مع اداره القوه الجويه علاقه طيبه. اذا ما علمنا نقطه مهمه اسمعها كابتن علي، من العام الماضي هي موضوع محمد قاسم الى رغبه الولد يلعب للشرطه وتركنا الموضوع في بدايه الانتقالات او في بدايه موضوع بعد الغاء الدوري. اتصل بي الكابتن وليد الزيدي وتكلمنا سوية على موضوع محمد قاسم وقلت له خلاص ما راح نقعد، وصار بيناتنا كلام ميثاق شرف انا وكابتن وليد، لا اتصل بلاعب من الجويه ولا احد يتصل بلاعب من الشرطه، ومش الحال على هالامر، وصار بيني وبين اختلاف بيني وبين الاخ غني شهد اختلاف على حالتين، لانه انطينا كلمه للعميد وليد على محمد قاسم وعلى غونزالو مدرب اللياقه البدنيه، مع العلم الكل تعرف انه غونزالو هو صديق ابو حيدر وعنده علاقه وثيقه، وعندنا بصمه صوت من غونزالو يقول له لعبد الغني شهد انه احنا في يعني استعجل بالموضوع لحتى نقطع الاتفاق ورحت وقعدت ويا محمد. لذلك بس اخدم جنابك انا، لذلك بهالحالتين اختلفت ويا ابو حيدر قلت له ما ترهم انه اعطينا كلمه للقوه الجويه نعوف محمد قاسم ونترك غونزالو، وبالمقابل بعد اكمل لك القوه الجويه كان عندهم مفاتحه ويا احد لاعبي الكهرباء علي محسن واحنا ما عندنا علم هذا الامر. تواصلنا ويا اداره الكهرباء وقدمنا عرض رسمي واتصل بي العميد وليد قال لي دكتور انت دخلت على هذا اللاعب، قلت له وين المشكله؟ قال لي هذا انا متفق وياه وموقعه، خلينا نشوف الحاله وين وموقعه العام اثناء الدوري وبدون علم اداره الكهرباء. العميد وليد موقع علي محسن بدون علم اداره الكهرباء وبدون موافقتهم، واليوم اجى يطالب باللاعب، واحنا يعني من جهه انا قدمت العرض تفاجأت بهالامر، فقلت له اكراما لعيونك ولعيون القوه الجويه خلاص لاعب نسحب عرضنا له وتتفق انت واداره الكهرباء ومبروك عليكم اللاعب. يعني هذه الثلاث حالات احنا مقدميها للقوه الجويه بالوقت اللي نتفاجئ بعد ما انه احنا كل ما هذا نقدمه للعميد وليد يتصل باحد لاعبينا ويعرض عليه مبلغ 250 مليون سمي دينار. بالاسماء دكتور. لا مو انا اريد هذا الموضوع اريد اطويل لانه موضوع ما اريد ما يعتبر هذا استهلاك. لا لا انت لا لا والله لا. اتصل باحد لاعبين بما اتصل هو يعرف الجويه هو يعرف لانه بالاتصال انا سميت الاسماء وقلت له واعترف اي قال لي لا مو انا متصل يعني هسه احنا مو انا متصل فلان متصل المهم من الاداره المهم من الجويه خلينا نقول من داخل اداره القوه الجويه من تتصل بلاعب تعرض عليه 250 من تتصل بثلاثه من اللاعبين كلهم مرتبطين بالشرطه ليش احنا ما متعاضنا عزيزي؟ ليش ما احنا حكينا؟ بالوقت اللي انا مجرد صارت رساله عتب انا ووليد ابو وائل قلت له ابو وائل اخي يعني احنا ما ترهم مع هذا براحتك. لا حكينا باعلام ولا تواصلنا بمواقع التواصل الاجتماعي ولا هددنا بتقديم شكاوى ولا كذا، ليش؟ احتراما للاطار الاداري والمهني. وماذا فعل الجويه بالمقابل؟ ايضا قال المحاكم بيني وبين لا من توصل رساله قانوني. من توصل رساله بهذه الطريقه طريقه ما تليق ب يعني بالطرفين. لذلك احنا حقيقه الامر بعد ما صار هذا مثل بعد ما صارت هذه الرساله توجهت لنا خلاص احنا توجهنا لمحمد قاسم وخلاص انه يعني لاعب نحن نعتبره حر هم يعتبروه لاعب يعني عندهم مقيد بعقد هذا شيء طبيعي اللي اترجى انه الموضوع يعني ما ياخذ اكبر من حجمه لانه راح اقول لك انا شغله كيف شاهدت رده فعل الناس بهذا التوقيع وهذه الصفقه؟ يعني
هو شوف الناس محتاجة إلى أنه خبر مثير حتى تتفاعل وياه. ولكن أنا استغرابي وين؟ بنفس الإمكانية لمحمد قاسم اثنين من لاعبين الشرطة اللي هم ضرغام إسماعيل وعلى عبد الزارة كابتن منتخب وطني واثنينهم أعمدة رئيسية بالمنتخب الوطني. لا مو لا تحرق المحاور راح أتحدث. لا انتقلوا إلى الزورة محوري وين؟ قصدك ما صارت هذه الضجة؟ ما صارت هذه الضجة راح أتحدث بيها. ليش؟ أوصف لي ليش صارت ضجة بانتقال محمد قاسم إلى الشرطة؟ يعني ما أنا مستغرب يعني وإحنا حتى كإدارة الشرطة مستغرب لأنه هذا الشيء طبيعي في كرة القدم عزيزي. يعني لاعب اليوم بالشرطة باكر بالجوية باكر بالزاوية هذا الشيء طبيعي. إحنا أي ليش نكبر الأمور ناخذه؟ واليوم خلي أقول لك إياها للأمانة، اليوم باب كرة القدم مثل ما هسه جنابك في الاستوديو في هذه القناة الموقرة عندك رزق كرة القدم أيضا رزق للاعب، فاللاعب يبحث عن رزقه. أنت قلت لي من العام محمد قاسم له الرغبة بتمثيل الشرطة. صحيح. من أين جاءت هذه الرغبة؟ أبلغك قال لك أنا عندي رغبة من العام؟ من العام الماضي. إحنا اللاعب يعني تدري اللاعب موجود معانا يعني في معسكرات اللي تكون دائما ما بين استعدادا للمباريات فيكون متواجدين، فصارت سوالف ولكن ما صار شيء رسمي ولكن أكو رغبة. شوف أستاذ علي. لا أقول منين إجت هذه الرغبة؟ أستاذ علي إحنا شوف هذا الموسم قبل من فاتح الإدارة. نعم. منطقيا انت لازم تشوف اللاعب الا رغبه يجيك طبعًا ماله طبعًا. قبل ما افاتح الاداره وبعدين الاداره تقول لي اوكي وادخل وياه في مفاوضات ماليه وهو ما يقبل وبعدين اللاعب يقول لك انا ما اريد. فلذلك يصير عمليه جس نبض بعدها نتاكد من اللاعب. وهذا ما صار عندنا هذا الموسم. انتبه الى هذا اللي ما راح أقوله. احنا هذا الموسم كل اللاعبين اللي انتقلوا لنا هذا الموسم بموافقات هيئاتهم الاداريه واتصلنا رسميا الكرخ لاعبين اثنين، كهرباء لاعبين اثنين، نفط الجنوب لاعب، نفط ميسان لاعب، الطلبه حتى الطلبه اللي احنا هاي المعطيات اللي زعلت نادي القوى الجوية. انت متصل بكل الادارات ما متصل باداره. خليني بس اكمل لك الفكره. حتى نادي النفط شخصيا هذا كل هؤلاء يعني صارت اتصالات شخصيه. اتصلت بالكابتن مشتاق تحياتي له ولاداره النفط وطلبت من عندهم لاعبين اثنين فابلغوني عندهم عقيد يريدهم بالفريق وتدري من حق فريق مؤسساتي من حق انه ايضا يبحث عن انجاز. فتشكرنا. وايضا الطلبه اتصلت بالاخ ابو سجاد محمد الهاشمي وايضا استفسرت عن حال لاعبين اثنين فقال لي ايضا قال لي دكتور ذولا احنا نريدهم محتاجيهم ومش الحال بشكل طبيعي. فما عندنا يعني ليش مع القوه الجويه ما اتصلت؟ ما صار ويا القوه الجويه لانه احنا القوه الجويه اللاعب خلي نتذكر شويه انا وياك بالتوقيع. حتى اللاعب نزل اعتقد على الانستغرام او ما اعرف شيء من هذا القبيل انه نهوى الرحيل ما اعرف ايش صورته. فيعني وطلع الاخ هيثم كاظم البارحه تحياتنا له هنا ايضا قال اللاعب احنا من ريده. صحيح. فاللاعب انتهى يعني. اخذ رساله اللاعب على الانستغرام بعد التوقيع مع نادي الشرطه. يا شباب رساله تقول رساله اللاعب محمد قاسم بسم الله الرحمن الرحيم الوداع لنادي القوه الجويه العريق والى محبيه وجمهوره الكبير شكرا لكم على كل هذا الحب والتقدير والاحترام لي شكرا لكم من القلب وشكرا لكل لحظة ودقيقة عشتها في هذا النادي الكبير تركت النادي لأسباب إدارية ولم أتوصل إلى اتفاق مع إدارة القوة الجوية ومن هذا المنطلق ونحن في عالم الاحتراف خرجت من النادي وأنا محب لهذا النادي العريق وأتشرف أني كنت أحد لاعبين هذا النادي أتمنى من كل قلب التوفيق إلى العريق في قادم المواعيد ومن هنا أحب أن أشكر شكر كبير وعظيم إلى جمهور العريق الذي ساند محمد قاسم في الفوز والخسارة وإلى آخره. هذه رسالتك كيف تقرأها دكتور؟ يعني أنا أشوفها شيء طبيعي. يعني أيضا لاعبين الشرطة من غادروا الفريق لاعبي الشرطة أيضا ودعوا الإدارة ودعوا ما واجه ردود أفعال متباينة محمد بهذا التوقيع؟ ما عندي معلومة. كيف وقع محمد قاسم؟ هو في بغداد؟ لا بعد ما وقع يعني ولكن تم الالتزام رسميا ب لحد الآن رسميا لم يوقع. إيه لأنه هو 1/8 توقيع ويا القوة الجوية 1/8/2020 يخلص. فلذلك اللي أتمنى يعني إحنا لا مو هذه معلومة جديدة للشارع حتى الآن مرور الكرام. هو البارحة ظهر بالصورة باسم. اتفقنا على كل أنا ما شفت هاي الصورة اللي باسم وين؟ اللي مسوي هيك الصبع أبي بصمة دكتور أنا أدقق بالتفاصيل. مو بك كورونا شلون شفت دققت؟ هو اللي أنت ناشرها نفسها الصورة. أي نعم. الصبع أبيها باصم. صدقني أنا ما منتبه. ما منتبه. رسم زومت على صبعالي. لا هو 1/8 يكون مصادقة. سيكون التوقيع رسمي. إيه تكون التوقيع رسمي ومصادقة عقد إن شاء الله في إلهي تربيعية
واحنا نرجع بمبلغ 275 اكد على الرقم لانه ظهر لمواقع التواصل الاجتماعي. يعني هو مو كل شيء يظهر الى مواقع التواصل هو صحيح. مو انتم ما نفيتوا احنا خصوصا الشرطه خصوصا الشرطه. صدقني راح اقول لك شيء استاذ علي هذه السنه حصرا يعني لان اكو انديه اخرى وقعت اكثر من عندنا بكثير، وانت قبل البرنامج قلت لي فد يوم تريد عقود هم اجيب لك العقود، بس اتمنى يا ريت عقود بقيه الانديه تشوفها، لانه هالسنه صارت اكو حاله استثنائيه في كل البلد. من رفع عقود اللاعبين؟ من النادي المتهم برفع عقود اللاعبين؟ انت اعرف من غيرك. انا اقول الشرطه وانا اقول النفط سابقا. سابقا النفط سابقا. ومن اللي سابقاً اخذ الرايه ومشى بيه؟ مو هذه بعد صارت كابتن. احنا اليوم كنادي جماهيري ونادي مؤسساتي عندنا جمهور من حقنا مثل ما حق اي نعم الجمهور يطالب بنتائج يطالب بنتائج. بس وضح لي ماذا تقصد بانه النفط رفع سعر الـ لا هاي حاله قديمه بال 2012 اعتقد يعني 2012 2013 انت مبالغ خياليه؟ اي يعني هاي احنا بعد ليش العتب فقط على الشرطه يدفعون الشرطه يصرفون؟ احنا نقدر لك هسه انت شوف اليوم من تجي العقود الشرطه خصوصا هذا الموسم وحتى الموسم السابق صدقني ما عدا بعض الحالات النادره دائما العين والتشخيص على الشرطه. بس ما حد يقول ليش؟ ليش؟ انا اقول بالوقت اللي اتمنى من عندك لبعض الادارات مو احنا ما نريد نزعل يعني الناس انت احنا في ظل هذا بعض الادارات اكو عندها ميزانيه 3.5 مليار و4 مليار وعندها فريق واحد بالنادي. زين الشرطه اذا 8 مليار بس انا عندي 17 لعبه. نسبه وتناسب اطلعاني يعني اقل من عندهم واردا. موكو العاب فرديه دكتور ما تحسبها عليه فريق 600 شخص عندي استاذ علي 600 عدا معسكراته هذا الرقم مضبوط 8 مليار ميزانيتكم هذا 8 مليار وغيرك يستلم 4 و4 و3 ونص واكو 3 والنادي كله تلقى 8 مجموع الدخل اللي يمر لكم والاستقطاعات والمدرسة راح يكون قابل للتناقص خلال الايام القادمه بسبب الازمه يعني لو مو بس بسبب الازمه اكو مديريات يعني متلكئه في التسديد هاي واحد اثنين اكو انديه اضيفت الى ملاك وزاره الداخليه، انديه يعني تعود الى الداخليه، يعني ثلاث اربع انديه الان في طور الاستحداث، اذن الانديه كابتن علي نعم راح ياخذن من جرف نادي الشرطه، ليش؟ لانه مديرياتها الرسميه هي اللي تدفع الاستقطاع الى نادي الشرطه وراح تكون المن هسه راح تكون تمول نفسها، فبالتالي احنا معرضين خلال السنه القادمه يعني من منتصف هذه السنه الى السنه القادمه الى انخفاض كبير في ميزانيه نادي الشرطه. لذلك احنا عملنا انه هذا الموسم ارقامنا اسعارنا غير المصيبه انه اكثر كثير من الانديه اللي تقول احنا ما عدنا وتطالب وتطالب احنا ظلينا يعني يعطون ارقام خياليه هسه انت اتمنى تطلع على العقود انا يعني ما اريد اتهم جزافا ولكن اكو ارقام ايضا عاليه فاحنا ارقامنا مثلهم موازيه قد يفترض يجوز عندنا لاعب لاعبين مثلا يكون سعر أقل تعرف من يعني المسؤول على التعاقدات هذا الموسم بنادي الشرطة؟ الإدارة والملاك التدريبي فقط يعني اللجنة الفنية؟ لا ما أقول الإدارة والملاك التدريبي مضاف إلي مضاف إلي الكابتن حسين عبد الواحد الكابتن هاشم رضا أسألك بس دور الكابتن صالح راضي بالموضوع أيضا الكابتن صالح راضي بس كابتن صالح راضي تحياتنا له وتعازينا الحارة لكن تعرف الظروف اللي مر بيها بعد إصابة الراحل المرحوم احمد راضي تعرف يعني كان انشغاله تام مع المرحوم يعني ما زال في منصبه الدكتور صالح راضي ما زال في منصبه وبعد الرحيل الكابتن يعني تعرف ظروف اللي يمر بها لكن يعني ادى الى ابتعاده نوعا ما بسبب خروج الكابتن حسين عبد الواحد وعودته الى نادي الشرطه كيف يفسر هذا الموضوع؟ واضحه جدا يعني مو اشكال معين لانه حسين عبد الواحد كان ضمن الملاك التدريبي للإكسندر إليتش هو والكابتن أحمد صلاح واتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في همة أحمد صلاح القادمة فبالتالي من تم تغيير الملاك التدريبي واضح جدا أنه كل ملاك تدريبي يجي أو كل مدرب يجي استاف يجي مدير فني راح يكون معاه الملاك المساعد طبعا. فعند الكابتن عباس عبيد وعند الكابتن حيدر نجم الآن الكابتن عبد الغني طلب رسميا كابتن حسين عبد الواحد معاه في الملاك التدريبي وان شاء الله في غضون ايام يعني يكون اكو قرار الهيئه سبب اعتذار الكابتن عباس عبيد وعودته كابتن غني شهد وصف كان اكو سوء تفاهم أكيد. من منو سوء التفاهم يعني شوف هي اولا اعتقد منشور بالفيسبوك منشور لمن انه اكو استبدال لحسين عبد الواحد واصل الفكره انه راح يكون حسين عبد الواحد يعني منو منزل هذا المنشور هي هنا المشكله يعني فهي اقول لك كابتن علي انت اليوم الفيسبوك
به من الأخبار الكاذبة الكثيرة. الكاذبة الكثيرة اللي تلفق إلى رئيس وزراء. هو منزل المنشور عضو إدارة يعني. لا 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 أبد أبد. لا من الإدارة ولا من يعني الملاك التدريبي ولا كذا، ولكن هي بناء على معلومة قد يشتبه بها أنه حسين عبد الواحد راح يكون بدلا من الكابتن عباس عبيد. يعني مو يضاف، كأنما استبدال. كأنما استبدال. فهو اعتذر عن. فاعتذر الكابتن عباس عبيد عندما إحنا استفسرنا من أبو حيدر على الموضوع، صار توضيح للمسألة، رجعت الأمور طبيعية يعني. لكن إحنا يعني قلت لك أكو صار لبس بالأمر خارج إدارة النادي وحتى الملك التدريبي، يعني حتى كابتن غني ما يدري. زين، مدرب اللياقة البدنية سردار وحديثه للذهاب لعجمان الإماراتي بعقد، أكو بديل لو لحد الآن لم يكن؟ هذه من ضمن الأمور اللي يعني يعرفها الشارع الرياضي يعني. كان الكابتن سردار، تحياتنا له ونتمنى له الموفقية في مهام عمله الجديدة، أنه جاء عرض في دولة أخرى، لذلك أنه إحنا يعني ما نوقف بوجه رزق لاعب، عفوا أي شخص مدرب أو لاعب. فبالتالي الكابتن عبد الغني كان في مخيلته أنه يعني جونزا مدرب اللياقة الإسباني. بعد ما اتصل بي الكابتن وليد وقال لي أنا ترى متواصل ويا جونزالو وعرض عليه مبلغ وداز ذا العقد، اتصلت بالكابتن عبد الغني قلت له كابتن بترك جونزالو لأنه إحنا ما نريد. فمن البديل بالتالي؟ أكو عندنا 3-4 أسماء محللو أجنبي ومن ضمنهم يعني أجانب. أجانب. مجلة كورة، وماذا جاء في المانشيت الأول؟ كابتن إبراهيم بايش لم أجلس مع إدارة الشرطة ولن أرد على عروض. هي بالفعل إحنا ما عندنا أي جلسة وياه ولا عندنا أي يعني أي عرض، ولكن يعني كل شيء ممكن يقدم لي. لا مو اللي أفهم من التصريح تقدمت عرض وهو لم يرد على العرض. خلي يعني يوضحون من هو الشخص اللي قدم العرض. لا أنت إدارة الشرطة ما قدمت أي عرض لإبراهيم بايش. كإدارة الشرطة من رئيس الهيئة الإدارية إلى يعني أصغر واحد بينا بالإدارة. ما عندنا تقديم عرض ابدا. لا ما عندنا عرض. ولم يجلس معنا كابتن ابراهيم. صحيح. فكلام صحيح. اكو حديث بمواقع التواصل الاجتماعي الشرطه قريب صفقه ثانيه جداً. وكانما تريدون تنتقمون من الجويه. لا يا اخي لا كابتن علي، احنا انت كانه يعني احنا ترى هو موضوع تنافس رياضي مشروع. لا بس منشورك حول التنافس دكتور. لا مو انا وضحت لك وقلت لك اني أمتلك ثقافة الاعتذار إذا ما فهم، إذا فهم خطأ. نعم. فأنا أعتذر من أي شخص هو فهم خطأ من الشارع الرياضي أو من الإعلام الرياضي من الجمهور الرياضي، وخصوصا أحبه في نادي القوى الجوية وجمهور القوى الجوية، ولكني أنا لم أسيء إلى شخص. هاي حتى تكون معلومة. افتهموه خطأ دكتور؟ ما أعرف والله. لذلك يعني أنا حتى المنشور اتصلوا بي بعض الأحبة والإخوان الإعلاميين، الحمد لله تربطنا علاقات طيبه بهم، بس انا علاقتي مو طيبه زين. فقالوا دكتور يعني هاي، قلت لهم خلاص احنا بالعكس انا اعتذر اذا كان موضوع باساءه وهو ما بي اي اساءه لاي شخص. ما مقصود ابدا. لذلك نعم يعني اكو صفقه ثانيه مدويه ستكون. انتوا احنا نتكلم بعدنا بموضوع محمد قاسم والضجه الاعلاميه، لعد اذا ابرمنا الصفقه الثانيه شلون راح تصير الامور؟ لا والله والله يا اخي اخذ المساله طبيعيه يا اخوان، اترجاكم احنا شعب رياضي مثقف واعي. هذا تسويق قوي لجمهور الشرطه. مو شرط الصفقه الثانيه ستكون مدويه ان كان يجوز يعني عربيه. يجوز عربيه هسه ليش يعني احنا دائما نقول محليه؟ ما تعرف احنا نسير في طريق مفاوضات بهدوء وبسريه زين. ان الله سبحانه وتعالى كتب لنا التوفيق فيها راح نعلنها، ما كتب لنا التوفيق فيها خلاص هذا الموضوع. اللي نريده احنا كاداره الشرطه من جمهورنا الحبيب سواء يعني ايا كان، انه احنا ناخذ الامور بطريقه طبيعيه وطريقه يعني احترافيه ومهنيه ورياضيه، لانه هي هذا واقع الحال. هذا واقع الحال. شنو الغريب اليوم اذا أنا مناسبة اليوم إذا أسمع لاعب من الشرطة انتقل إلى نادي جماهيري آخر يعني طبيعي. بالمناسبة مدام ذكرت جمهور الشرطة، أنا أحترم جدا جماهير الشرطة بنقطة معينة. مرات عندهم المعلومة أنه أنتم كإدارة تتفاوضون مع أحد اللاعبين لكن هم ما يعلنون، بس يقولون انتظروا الصفقة المدوية سنفاجئكم، يعني ما يوضحون حتى لا تخرب المفاوضات وطريقة. جمهور مثقف واعي كل للأمانة جدا تعجبني هذه الطريقة بالجماهير. جمهور مثقف واعي، وإحنا دائما من خلال تواصلنا مع الأحبة في جمهور الشرطة أيضا دائما نكون نتوجه بالاتجاه التوعوي التثقيفي اللي دائما نعكس صورة طيبة عن كيان القيثار الخضراء وكيان الشرطة، لأنه هذا الكيان يستحق
كل القيمه والتقدير والاحترام، لانه احنا يعني خلينا نعرف انه قيمه نادي الشرطه الحقيقيه مو بس بالعراق وانما في الوطن العربي، ويكفي ما نسمعه من يعني نكون خارج العراق على الشرطه وتاريخ الشرطه، لان الشرطه تاريخ. زين، الاخوان بالكنترول يبلغوني محمد حباني طالب اتصال، طوني المانشيت الاخر وامنوا اتصال وياه، مو دكتور ما عندك مشكله؟ لا لا، طوني المانشيت الاخر يا شباب. الكابتن سعد عبد الامير يجدد القيثاره ويصبح الاعلى اجرا بين جميع اللاعبين. يستاهل الكابتن سعودي، التوفيق ان شاء الله، كل الخير والبركه، ومبروك الى تجديد العقيد. ونتمنى له ان شاء الله يكون، انا اعرف راح تعلق على كل الخبر بس ما تعلق على الاعلى اجرا. انا دائما انت يعني تعرف طبيعي، انا نهائيا ما اذكر رقم لاي لاعب هو فعلا الاعلى اجرا. ليش؟ لانه هذه ارزاق لاعبين طبعا. يعني بس اسالك، تقبل انت احد يقول لك ايش قد راتبك؟ اي عادي ما تقبل، لانه هذه ارزاق مبلل ما يخاف من المطر. لا فعلا الاعلى اجرا. لا لا طبيعي، نريد نفرح له، احنا نفرح له بمجرد انه وقع للشرطه واحنا نفرح له طبعا. المانشيت الاخر، المحترف البحريني سيد ضياء يقترب من التوقيع لنادي الشرطة. إن شاء الله إن شاء الله، يعني إحنا متواصلين مع سيد ضياء ومع وكيل أعماله، وإن شاء الله يعني عن قريب تكمل الصفقة بإذن الله، وبعد أن يعني تفتح المطارات ويكون عملية بطلب من منو؟ الملاك التدريبي بالتأكيد. يعني شوف، إحنا كل شيء يعني يحدث هو بالتشاور مع الملاك التدريبي. مقتنع بسيد ضياء لتعزيز صفوف الفريق ان شاء الله، نتمنى له التوفيق. وين وصلت المفاوضات يعني؟ يعني خلاص تقريبا احنا اتفقنا على الجوانب الاداريه، اتفقنا على الجوانب الماليه يعني بقى فقط ان شاء الله التوقيع الرسمي وتحديد موعد الوصول الى بغداد بعد ان تعود الحياه ان شاء الله طبيعيه. من المسؤول عن تعاقد الشرطه مع المحترفين الخارجيين السابقين واللاحقين؟ كل الاداره والملاك التدريبي. يعني تتحملون؟ ما يمكن، يعني خلينا نكون صريحين صار علي، يعني شغله بديهيه وطبيعيه انه انت ما ممكن يعني تتعاقد ويا لاعب محلي او محترف دون المرور بالمدرب. يعني يجب ان يكون المدرب الى اعود لنقطه المحترفين. اخذ الاتصال مع الكابتن محمد حباني. حياك الله، اهلا وسهلا بك، وطالب مداخله تفضل، بس يا ريت باختصار. الله يسلمك، حياكم الله. السلام عليكم حبيبي استاذ علي وعلى ضيفك الكريم الاستاذ حبيب ابو جاسم حيدر الربيعي. عدل الله يسلمك. العفو دكتور عدي، حياكم. شنو محمد حتى اسمنا ناسي شنو؟ لا والله طبعا انا جيت اليوم من الحبانيه وعلى مود اجي للنادي يوم الاحد. تفضل محمد. الله يسلمك. طبعا دكتور عدي، احنا تعرفنا احنا لاعبين العاب القوى ونادي الشرطه بصوره عامه، تعرف احنا وفانا وولانا للنادي، يعني انقطعت رواتبنا، يعني ما فكرتوا بينا احنا. طوني الصوت شباب، طوني الصوت بالاستوديو. تفضل محمد. نعم، يعني ما فكرتوا بينا اصحاب عوائل، واني الرياضي اللي تنقلت من نادي الجيش الى نادي الشرطه حتى امثل النادي، وتالي ما تالي يعني اتواجه بصعوبه انه بعد ما اقدر اتقاضى راتب نادي، يعني ليش انه احنا ما يحق لنا انه نكون اسوه في لاعبين نادي الجيش الرياضي؟ يعني قبل فتره والله العظيم حسره بداخلي انه تكون انه عقد مؤتمر بنادي الجيش الرياضي برئاسه محمد اللواء محمد عبود والهيئه الاداريه لنادي الجيش يمنع قطع اي راتب من الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، لانه هذه الاوضاع تمر بكل العالم ولا يمكن ان محمد اي راتب. محمد كم شهر مقطوع رواتبكم؟ ثلاثه. استلمنا الاول والثاني والثالث. لا لا، من الثالثه، من الثالث، من الثالث، من 17/3 من صار الحجر حقه يعني صحيح. من الشهر الثالث يعني. الثالث. يعني الاول والثاني الثالث حتى يكون بعلم الجميع، يعني اني رياضي يعني واريد اوصل لانجاز، يعني انا هيك يعني انه ينقطع راتبي. دقيقة خلص مع جوابه الدكتور عدي، تفضل. لا لا، اللي تفضل بيه محمد يعني كلامه صحيح. واحنا ايضا الظروف اللي مرينا بها مو بس احنا، هو كل العالم مر بهذه الظروف. يعني قد يكون نادي الجيش يختلف عنا في موضوع مهم جدا، انه انت نادي الجيش كل الاحترام والتقدير له، لكن ما دام فريق ما بكرة قدم هنا تختلف الظروف، ما دام انت عندك كرة قدم يكون عندك ظروفك. لذلك احنا هذا الشيء يوم الاحد، حتى يسمعني محمد، يوم الاحد راح يكون ان شاء الله اجتماع اداري الكتروني، وان شاء الله راح يتم طرح فيه هذا الموضوع، وان شاء الله ما راح نقصر وياهم، لانه
اللي قاله محمد صحيح، ارزاق عوائل ولاعبين، لا اللي تفضل بيه، اللي تفضل بيه صحيح، حلو بس يعني هذا وعد دكتور انه راح تحل يوم الاحد، يوم الاحد راح يتم مناقشتهم وحتى يسمع محمد. يعني ايضا شخصيات كثيره اتصلت بينا على موضوع الاستغناء للاعب محمد، وشخصيا انا اتصلت بامين سر اتحاد العاب القوى الدكتور زيدون وبعثنا له كتاب استفسار، لانه مثل ما محمد يعني اتصل بي ويريد يعني ينتقل الى نادي الجيش لانه عنده تعيين، فانا اللي مشيت في هذا الامر حتى اسهل امره. بقى عندنا الاستفسار فقط من اتحاد العاب القوى، يعني يمكن صار له 10 ايام او اكثر، اتمنى من اتحاد العاب القوى يجاوبنا على كتابنا حتى نسهل امر اللاعب محمد. طيب محمد، بعد اكو نقطه غير الراتب قبل لا تروح؟ والله ماكو فقط غير الراتب اللي احنا هو اللي رايدينه، لانه اغلب الرياضيين طبعا يوم الاحد هم راح يتواجدون من النادي اذا اكو دوام بالنادي الشرطه، لان كل الالعاب راح يجون انه يريدون يعرفون انه مصيرهم، يجون بعنوان شنو يعني مظاهرات مطالبين؟ لا 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 يعني ما حد معروف لهم. نتمنى من الهيئه الاداريه لنادي الشرطه ارجاع رواتبنا اللي ما اخذناها، واذا انه ما يقدرون يعني انه صعب يرجعون اياها، احنا بالنسبه للناشد السيد وزير الداخليه المحترم انه بارجاع رواتبنا. شكرا جزيلا محمد، تحياتي لك. كنا نتحدث عن من المسؤول عن تعاقدات المحترفين، بصراحه هذا السؤال يجرني الى سؤال اخر، حديث بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود الاخ محمود المصري المتواجد بنادي الشرطه، البعض يسال شنو سابقاً منصبه، شنو دوره سابقاً. الان ما موجود؟ لا سابقا الاخ محمود، الدكتور محمود اللي هو يعني كان تحياتنا له، هو رجع الان مصر؟ اي مصر. تحياتنا له. نعم تحياتنا له، يعني كان معانا في العلاقات وشخصيه رياضيه متميزه، ذو علاقات كبيره، ذو امكانيه في واطلاع عالي في كل القوانين والانظمه وايضا شؤون اللاعبين المحترفين. يعني ارجع واقول لك انه لا تصدق اكو لاعب تم التعاقد معه محلي او هذه نقطة من تيم لازم بدون المرور بمدرب، بموافقة المدرب طبعا. فعلا الشرطة يمر بمأزق انه ما يحق له يضيف الا 8 لاعبين في دوري ابطال اسيا دكتور؟ لا شوف اخوي استاذ علي، هذا الموضوع يعني تم تداول ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. انا حضرت اجتماع رسمي يوم 10/6 اعتقد، وبصحبة الحاجة اياد بنيان، نتمنى له الصحة والسلامة ان شاء الله والشفاء العاجل. اجتماع افتراضي الكتروني في الاتحاد الاسيوي. بلغنا الاتي: يسمح للأندية في إضافة عدد من اللاعبين قبل انطلاق المباريات التجمع في سبتمبر 2020. لم يتم التطرق إلى عدد اللاعبين، ومثل ما يعني أثير في صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يأتينا شيء رسمي لحد هذه اللحظة. كل اللاعبين ولكن سيشاركون. بلغنا يعني بلغنا مو بس الشرطة، يعني كل الأندية اللي طبعًا كانت حاضرة الاجتماع أنه راح يسمح لكم بإضافة لاعبين وتغيير لاعبين. نقطة لا سطر. حلو. في حال استمرار توقف الدوري كيف ستستعد فريق الشرطة، نادي الشرطة لهذه البطولة؟ هذه من المشاكل اللي الآن احنا يعني في تواصل مع الكابتن عبد الغني اللي قدم لنا قائمة يوم 20/7 يريد يعني يباشر التجمعات والتدريبات، ولكن من أين ستأتي الموافقة؟ من خلية الأزمة، ما راح تعطيك موافقة، هي خلية الأزمة للمنتخب الوطني ما أنطت موافقة على التجمع، فهنا أنا راح نضطر نأجل عملية التجمع أو نفاتح جهات أخرى في محافظات أخرى، قد تكون شمالية، قد تكون في الفرات الأوسط. يعني يجب أنه إحنا نباشر في عملية إجراء التدريبات وفق الالتزام التام بالتعليمات. يعني واضعين بإسبانكم حلول بديلة في حال رفض خلية الأزمة؟ أكيد ربما يكون يعني تجمع في شمال العراق، قد يكون في أربيل، قد يكون في النجف، قد يكون في أي محافظة ممكن أنه تأمن لنا إجراء تدريباتنا، وكل هذا مقترن بموافقة الجهات الحكومية طبعًا الرسمية. صورة وتعليق بعجالة، الوقت يداهمنا. علاء عباس، حديث طويل عريض بوجود اكو تفاوض بينكم وبين علاء عباس؟ لا 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 ابدا، نهائيا، مع كل الاحترام وتقدير كابتن علاء، ونتمنى له كل الموفقيه، واعتقد عنده عروض خارجيه كثيره، فما اعتقد يعني علاء راح يكون في العراق اصلا وليس في الشرطه. لابطال الفيسبوك والكوبيست حتى ننفي هذا الخبر نهائيا. لا لا لحد الان، اي تفاوض معه علاء مكسب لكل فريق يكون به، ولكن اكيد. اي نعم. جيد. الصوره الاخرى، علي فائز يعني الان يعني متواصل انا بشكل شخصي قبل 4 أيام 5 أيام، عنده عروض احترافيه يامل انه تكون ذات فائده فنيه وماديه له، وهذا شيء حقه اللاعب، بخلافه يعني خلال هاليومين يحسم امره.
وايضا اكو حديث انه سينتقل لاحد الانديه البغداديه. ما صار. بلغك رسميا اذا ماكو عرض خارجي سيجدد للشرطه؟ الاتي في العراق ما لعب غير الشرطه، وهذا كلام واحنا نعرف كل زين علي صاحب كلمه يعني فقال لي دكتور اني غير هيك قالها بهذا المنطق. بالعراق ما لعب غير الشرطه ناديه وتعلمت عليه وبعض التفاصيل. جيد. الصوره الاخرى. كرار جاسم. كرار جاسم ابو حيدر الان المفاوضات معه مستمره وجاريه في محافظه النجف الاشرف. سوة يعني ببقيه اللاعب. لا لا واحنا سعد عبد الامير البارحه وقع. احنا امنا لاعبين الشباب العشره تقريبا امناهم. لاعبينا الان بدينا نكمل اجراءاتهم. يعني عندنا وقت. بعض يتحدث انه دخل بمفاوضات مع نادي النجف. ما صور. ابدا؟ ما صور. لانه مفاوضاتنا معاه مستمره وبالعكس يعني انا اللي عرفته من كرار انه ايضا هو دا يسهل امر لاعبين محترفين الى نادي النجف مدينته، فبالتالي اعتقد انه هو يعني احنا واصلين الى مرحله جيده، يعني اكو بعض التفاصيل اللي يجب ان يتفق عليها بين الطرفين. هذه التفاصيل الماليه لو بيها تفاصيل ماليه اللي هي تفاصيل اداريه. نعم. طيب الصوره الاخرى. وليد سالم. شبيه وليد. أنا استثمر الصورة بسؤال بصراحة. أي نعم. يعني خروج وليد سالم من بعيد أو من قريب للدكتور عدي الربيعي شأن بهذا الموضوع. أي صحيح. شلون؟ وليد سالم كان من ضمن خيارات المدرب عبد الغني شهد. والخيارات الملحة للكابتن عبد الغني شهد. للموسم المقبل. أي نعم. 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 للعلم يعني قدم لنا القائمة كابتن علي عبد الغني أنه كل اللاعبين اللي كان هو يعني ضمن خياراته من ضمنهم ضرغام ومن ضمنهم علاء وغيره ووليد. وبالمناسبه يعني بدون ما اعرف يعني الكابتن عبد الغني يمكن وحده من الاتصالات خاصه وياي يعني ساعه كامله اعتقد بخصوص وليد وانه يريد هذا الموسم الا تحدي ويا وليد. وحتى انا قلت لك ابو حيدر يعني هذا الموضوع انت واللاعب مالك، فكان من ضمن الخيارات المطلوبه للكابتن عبد الغني شهد، ولكن لاسباب خاصه جدا انا جلست مع وليد. ماكو شيء اسمه خاص. لا لا انت عضو هيئه اداريه وهو ابن نادي الشرطه. لا لا ليش جبرت على الرحيل دكتور؟ اسمعني اخويا، انا الموضوع سال علي. عضو هيئه اداريه وهو لاعب في النادي. خارج النادي وليد اخويا الصغير ابني، فاحنا وصلنا الى مرحله انه يجب ان وليد يعني انت طلبت منه بعنوان عمه لو بعنوان اداري اخوه كبير بعنوان عمه بعنوان والده وتشرف. ليش؟ اسباب خاصه يعني. صار لذلك اتصل عليكم؟ اتصل علي الكابتن عبد الغني شهد وقبلهم اتصل على الكابتن حسين عبد الواحد. نعم. قال له شنو طلعت وليد سالم؟ انا مو قلت لكم انا اريده وانا كذا وانا ما اقبل بهاي اللي صار. فحسين عبد الواحد بلغ الكابتن عبد الغني قال له هذا الدكتور عدي طلب من عنده. رجع اتصل بي الكابتن ابو حيدر قال لي دكتور ليش اذيتني؟ نص العباره قال اذيتني والله العظيم، يعني هو يحلف الرجل قال اذيتني. قلت له ابو حيدر تقبل من عندي هذا الامر اترجاك يعني. انت خشيت من ان يقولون انت داعم او ساند وليد لو لاسباب اخرى؟ يعني رساله عتب للبعض من احبتنا اللي يشككون او كذا يعني. أه. اللي ما انا ما اقبل يكون وليد كانما دكتور عدي هو اللي فارضه على الكابتن عبد الغني. أه. شهد كابتن وليد يعني صار له 10 سنوات غني شهد يقول لك اذيتني بهذا القرار، انت ما اذيت وليد سالم ومستقبله بهذا لمصلحته ولمصلحتنا وللمصلحه العامه يعني المصلحه الخاصه عفوا. أه. لانه اليوم صار اكو توجه يعني مو توجه مو ما يليق بينا يعني. أه. اعتقد انه قلت لك رساله زين اتاكد من معلومه انت مانعه من التوقيع لنادي الزوراء؟ مو منعته. أه. ولا عنده رغبة كانت يعني حقيقة مع احترامي للزوراء يعني هو الولد يعني رجل قلت لك احنا في عالم الاحتراف. نعم. يعني هو أساني لو وليد يروح يوقع للزوراء انا ما استغرب. طبيعي رزقه ورزق علاء ورزق الكل. لكن يعني اكو اعتبارات خاصة لنادي الشرطة. وليد حتى من اعلن منشورة بمغادرة الفريق يعني كان في حالة نفسية ولا يزال في حالة نفسية يعني، لكن انا متأكد هو هذا الموسم راح يكون إلى موسم تحدي وهو اليوم يعني قريب. وضح لي نقطة الزوراء ليش ما لا مو هي شوف راح تكون رسالة يعني عتب راح يصير بينه وبين الجمهور يعني من قبل البعض قد تفسر انه موضوع عناد وتحدي وكذا. ولا تنسى انه ايضا إدارة الزوراء لها رأي وقرار، فاحنا ما ردنا ندخل في موضوع انه يصير بي كأنما تحدي. طيب. فالرجل الان اعتقد
يعني في مراحل الاخيره من اتفاق مع احد الانديه، يعني عنده خمس عروض، انا اللي اعرفه عنده خمس عروض، يعني تقريبا وصل الى قناعه، ولكن هو لحد الان عنده وحدتين تدريبيه وملتهي في تمرينه الى ان الاقرب يا نادي خارج بغداد من المحافظات افضل، يعني يكون اتمنى له التوفيق. اتمنى له التوفيق. صوره الاخرى ضرغام، سبب خروجه مبهم جدا دكتور. انا مو قلت لك انا اشوفها طبيعيه، ولكن انا تكلمت مع ضرغام. ضرغام في برنامج كره قال لي ما امثل غير الشرطه. اعرف اعرف انا ادري، تكلمت مع ضرغام وفي بعد ما يعني في يوم عرسه اللي تعاقب به، فلذلك استفسرت من عنده. ايضا عنده ظروفه الخاصه واسبابه الخاصه اللي هو مسؤول عن الافصاح عنها، يعني انا ما مسؤول عن الافصاح عنها، لكن اتمنى له كل الموفقيه ان شاء الله في اي نادي يمثله سواء مع الزوراء او غير الزوراء، وان شاء الله اتمنى له كل التوفيق، وان يسعد جمهور الزوراء ويسعد اداره الزوراء، ورب يوفقه ان شاء الله ويعود للمنتخب الوطني. انا عندي بعد صوره بس راح يعني الغيها لسببين، عندي رساله مهمه مناشده، وعندي خبر حلو للوسط الرياضي الان، خبر شفاء الكابتن نعيم صدام من فيروس كورونا. ما حد يدري بخبر اصابته، الحمد لله هو اتخذ نفس الطريقه اللي انا اتخذتها، اعلن الشفاء بشكل الحمد تام. الحمد لله على سلامته. نسال الله الصحه والعافيه للجميع. ابو جنه انت انسان طيب وخلوق ورياضي محترم، والوسط الرياضي يحبك، الف الحمد لله والشكر على سلامتك. المناشدة المهمة جدا من الأخ حيدر، وهو لسان حال جميع طلاب الصفوف المنتهية خاصة الصف السادس. بلدنا مقبل على كارثة إنسانية وربما أشبه بمجزرة ضحيتها أكثر من نصف مليون طالب، بالإضافة إلى الكوادر التدريسية وعوائلهم. الامتحان يحدد مستقبل مو يمحي، مهما سوينا من إجراءات راح يبقى خطر الفيروس قائم، لا فحص لا كمامات لا تباعد اجتماعي راح يوقف بوجه هذا الفيروس. نعم لنظام المعدل التراكمي لأن جائحة كورونا خطيرة. طلاب السادس يناشدون بهذه العبارات عسى أن تصل للجهات المعنية. نعم هو الموضوع مو رياضي، لكن طلاب السادس أخوتنا وبالتالي يستحقون هذه المناشدة. رسائل كثيرة من جمهور الشرطة، أعتذر ما لحقت أقراها دكتور، شكرا جزيلا لك لحضورنا وتحياتنا لكل الرسائل. شكرا دكتور لحضورنا. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، حياكم الله. الشكر موصول لكم مشاهدين الأكارم. كان بودي أفتح موضوع ملف الملعب وباقي التفاصيل، لكن حلقات قادمة إن شاء الله. نلتقي غدا، سلام عليكم ورحمة الله.